ازيكم يا اصحابي، النهاردة هنتعرف مع بعض على درس جديد اسمه اكمال الناقص. يعني لو جات لك صورة تقدر تعرف ايه الحاجة الناقصة فيها وتكملها. تعالوا بقى نشوف الشطار اللي هيعرفوا يكملوا الصور الناقصة. تعالوا يا اصحابي نشوف اول صورة ونشوف ايه اللي ناقص فيها. الصورة دي صورة دراجة. يا ترى يا اصحابي ايه اللي ناقص في الصورة دي؟ ركزوا كده هتقدروا تعرفوا بكل سهولة ايه الحاجة اللي ناقصة فيها. فعلا الحاجة اللي ناقصة كانت العجلة اللي قدام، لان احنا عارفين ان الدراجة بتمشي على عجلتين. تعالوا يا اصدقائي نشوف صورة تانية ونكمل الحاجة اللي ناقصة فيها. دي صورة المهرج. ايه يا ترى اللي ناقص في الصورة دي؟ ركزوا يا اصحابي وخلوا عندكم قوة ملاحظة هتقدروا تعرفوا بكل سهولة الحاجة اللي ناقصة في الصورة. صح، برافو عليكم، الحاجة اللي ناقصة هي الايد التانية بتاعة المهرج. طيب تعالوا نشوف صورة كمان ونعرف ايه الحاجة اللي ناقصة. دوت الميزان اللي احنا بنوزن بيه. ايه يا ترى الحاجة اللي ناقصة في الصورة دي؟ عرفتوا يا اصحابي؟ صح، الكفة التانية من الميزان كانت ناقصة. الميزان بيكون ليه كفتين. طيب يا ترى ايه اللي ناقص في الصورتين دول؟ عندنا صورة مقص وعندنا صورة معزة. ايه يا ترى يا اصحابي؟ لو ركزتوا في الصور هتلاقوه ناقص في الصورتين. مين عنده قوة ملاحظة؟ عرفتوا؟ برافو، المقص كان ناقص ايده التانية والمعزة كان ناقص قرنها التاني. برافو يا اصحابي. تعالوا بقى نشوف السؤال ده عشان نختبر بيه ذكائكم. ده كرسي، ايه يا ترى اللي ناقص منه؟ هل حاجة من التلات حاجات دول؟ فكروا يا اصحابي وقابلكم المرة الجاية في شرح درس جديد.